يسرنا في مبادرة الرواية المسافرة أن نختار لكم من ضمن رفوف المكتبة المسافرة من رف الرواية المغربية رواية شظايا. الرواية لمحسن الوكيلي ابن مدينة تازة المقيم بأكادير، يكتب القصة والرواية والمسرح، اختار التواري بدل الإلحاح في الظهور. تنتشر كتاباته في المشرق أكثر. ندعوكم إلى اكتشاف رائعة محسن الوكيلي شظايا، وهي رواية صادرة سنة 2017 عن دار مداد للنشر والتوزيع، عدد صفحاتها حوالي 215 صفحة. هي رواية ابن يحاول قراءة واقع أبيه من خلال ما تبقى من أكوام الورق والصور، فهي إذن محاولة قراءة جيل لجيل آخر، محاولة تركيب شظايا ومزق الماضي لأجل قراءات مآلات جيل الضياع والتشرذم. توظف الرواية تقنية تعدد الأصوات وتنتقل بقارئها كأنه يقلب صور ألبوم منتقات بدقة ليفهم ويحاور واقعه. ندعوكم إلى طلب رواية شظايا في مجموعة الرواية المسافرة بالفيسبوك. ما عليكم إلا فتح ألبومات الصور بالمجموعة وفتح رف الرواية المغربية، ويكفي أن تسجلوا اسمكم تحت صورة الرواية لتصلكم بريداً.